احنا مش عارفين نعمل معاك ايه. ده انت ربنا يبارك لك ويجازيك عنا خير جزاء. دي حاجه بسيطه والله، ملوش لازمه كل ده. وبعدين احنا ما بنعملش حاجه لنفسنا، احنا بنعمل لله. ده مش انا والله، ده الحاج حالف عليا اللي انت واخدهم. يرضيك يزعل مني؟ تهدوا تحبوا يا مولانا. ماشي، هديه مقبوله ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي، شكرا. ودي بقى هديه مني ليك انت والحاج، ارواح عشان القلب يرتاح. شكرا يا باشا. يلا، شكرا شكرا. يا اخي سيف، منور. منورك يا مولانا. ايه ده؟ ده ليا انا؟ من حضر القسم فليقتسم. ماشي، ده الايفون الجديد. ماشي، هديه مقبوله يا مولانا. منا ومنك. ايه رايك في اللي تونا بتعمله دلوقتي؟ لما لي شويه ستات حواليها وقال عامله لي زعيم. وقال ايه؟ عندها هدف وعايزه توصل. عندها هدف، عايزه حقوقها. حقوق ايه بس يا اخي سيف اللي هي عايزاها دي؟ اللي زي تونة دي بتشتغل تبع اجنده خارجيه. اجنده؟ دخيله على المجتمع. عايزين يهدموا الدين. هو ده الهدف اللي هي عايزه توصل له. لا، هدم دين ايه؟ تونة؟ لا لا لا، هدم دين. هي دي الخطه يا اخي سيف للاسف. استغلال شويه ناس عاديه زي ما تونة بتعمل، تجمع شويه الستات ويقعدوا ينخروا في المجتمع وفي قيم المجتمع لحد ما يهدموا الدين. لا يا مولانا، لا، انت اكيد تقصد حد تاني مش فاتن. فاتن ده هي اللي قالت للولاد يروح عند الشيخ ريحان عشان يحفظهم القران. مش بيحفظهم بس، ده بيفهمهم دينهم كمان. معقوله؟ ويلبسون الحق بالباطل يا اخ سيف. لا باطل لا، تونا دي بتصلي وبتصوم اثنين وخميس يا شيخنا، اكيد انت فاهم غلط. نفاق. جايز ممكن لما كنتوا متجوزين كانت لسه في كنفك، كنت انت حاميها من نفسها الاماره بالسوق. لكن شوف دلوقتي. قلت يا اخي سيف، في ايه؟ احنا عاوزينك ترفع قضيه على تونة بتهمه ازدراء الاديان. خلي بالك القضيه دي هتترفع. هتترفع؟ لا معلش يا شيخنا، دي انا مبقاش هقدر عليها. يعني خروج من المله مره واحده؟ تونة دي مسلمه صح سليم، مفيهاش كلام. بقول لك بتصلي وبتصوم. أنا ساعات كتير أدخل عليها المطبخ ألاقيها بتناجي ربنا وبتكلمه بصوت عالي. إحنا ممكن نرفع عليها قضية جنان، إنما إزدراء دي لأ. معلش مش هقدر. انسى الموضوع اللي أنا قلته لك ده. هنسى خالص. القضية دي هتترفع. هتترفع برضه؟